السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير دايما يا رب، وفي تمام الصحة والعافية. في البداية أهنئكم بقرب مجيء عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم دايما بالخير، وأهنئكم أيضا بهذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام العظيمة اللي مليئة بالخير ومليئة باليمن ومليئة بالبركات. وبإذن الله النهاردة إن شاء الله تعالى أنا هكلمكم عن ثلاث أعمال أو ثلاث أمور بإذن الله إذا فعلتهم في العشر الأوائل من ذي الحجة أوعدك إن شاء الله إن حياتك كلها هتتغير. وحياتك هتتغير مش معناها رزق بس، ولكن حياتك بالكامل هتتغير، لأن الثلاث أمور بإذن الله اللي هنتكلم عليهم النهاردة هي من الأمور اللي ممكن تغير حياتك وتقلبها رأسا على عقب. وهذه الأمور اللي هنتكلم عنها إن شاء الله إن فعلتها في العشر الأوائل من ذي الحجة أوعدك إن شاء الله بإذن الله تعالى إن أنت باقي العام باقي العام هتلاقي تغير كبير جدا في حياتك. وهذا التغير قد يأتي بالرزق وقد يأتي بالخير وقد يأتي بأمور أخرى كثيرة، فبالتالي الفايدة النهاردة جامعة. ففي البداية محتاج أقول لكم أن العشر الأوائل من ذي الحجة هي زي ما قلت لكم من الأيام المباركة على المسلمين. وقال الله عز وجل في هذه الأيام بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. واختلف العلماء حول الليالي العشر، بعضهم قال ان الليالي العشر دول هم العشر الاواخر من رمضان، ولكن القول الراجح ان الليالي العشر هم العشر الاوائل من ذي الحجة. فتخيلوا يا جماعة ان الله تعالى يقسم بهذه الايام. وفي حديث رواه الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، اي يقصد الايام اللي هم العشر الاوائل من ذي الحجة. فبالتالي هذه الايام مباركة، هذه الايام مليئة بالخيرات. هذه الايام باذن الله لو انت استغلتها صح انت ممكن ما تكونش ذكرت الله عز وجل مثلا طيلة الاعوام الماضية او طيلة الشهور الماضية، وبسبب الايام دول حياتك كلها تنقلب رأسا على عقب. ممكن تكون شخص فقير وعندك ديون وعندك هموم وعندك امور كثيرة جدا بتعكر صفو حياتك، بسبب هذه الايام تلاقي الله تعالى غير لك حياتك كلها وقلبها رأسا على عقب. فبالتالي هذه الايام بجد يا جماعة من الايام المباركة. فزي ما قلت لكم باذن الله تعالى انا النهاردة هكلمكم عن ثلاث امور لو انت فعلتهم في العشر الاوائل من ذي الحجة اوعدك ان شاء الله بالفوائد التالية. اولا باذن الله عز وجل سيرزقك الله من حيث لا تحتسب، فبالتالي الرزق بينغمر عليك بيأتي اليك كثيرا. ثانيا باذن الله عز وجل سيغفر الله تعالى ذنوبك، فالله تعالى يعني غافر الذنب بيغفر الذنوب وخاصة في هذه الايام المباركة. ثالثا باذن الله عز وجل سيمنحك الله التوفيق، ونعمة التوفيق دي يا جماعة نعمة كبيرة جدا. مين مننا مش محتاج التوفيق؟ التوفيق ده هو الحظ، هو ان الله تعالى يرزقك ويوفقك في كل شيء انت بتتمناه او بتشتغل عليه. يعني مثلا انت شخص عندك هدف او عندك امنية او عندك امر، وطبعا الاهداف نسبية بتتفاوت، يعني هدف بالنسبة لي بيختلف عن هدف بالنسبة لك بيختلف عن هدف بالنسبة لشخص تاني. ممكن شخص يبقى هدفه انه يحصل مثلا على اموال كثيرة جدا، فبالتالي ده هدف. ممكن شخص يبقى هدفه يبني اسرة سعيدة، ممكن شخص يبقى هدفه انه يعيش مرتاح البال. فكل شخص ليه هدف، فبإذن الله الله تعالى سيمنحك التوفيق في هدفك. يبقى إذن بالتالي زي ما قلنا في بداية الفيديو أنت هتحصل بإذن الله على ثلاث ثمرات: يرزقك الله بإذن الله عز وجل من حيث لا تحتسب، وسيمنحك الخير بإذن الله عز وجل، وسيمنحك التوفيق، سيغفر الله تعالى ذنبك. وطبعا غفران الذنوب دي نعمة كبيرة، لأن أنت بعد كده مش هتلاقي فيه هموم كتيرة جدا على قلبك. فهنبدأ بإذن الله عز وجل في ذكر الثلاثة أمور ونعملها إزاي. بس قبل ما ابدا في ذكر الثلاثة امور اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتكتب لي تعليق حلو كده بالتوفيق. ونبدا على طول باذن الله عز وجل يا احبابي في ذكر التفاصيل والفائدة باذن الله. اول امر باذن الله عز وجل لو انت فعلته في العشر الاوائل من ذي الحجة باذن الله اوعدك ان حياتك كلها تتغير، وهتحس بالتغير ده من اول يوم هتعمل فيه الامر ده، هو النية لله عز وجل. يعني ايه عبد الله النية لله عز وجل؟ يعني اي امر تعمله تعمله بنية. طبعا ممكن ناس تستهون بالكلام ده، لكن والله العظيم يا جماعة الامر ده يعني بجد ما يحسش بنتيجته وما يحسش بالثمرة بتاعته غير اللي يجربه، اللي هو يبقى عندك نية لله عز وجل. يعني مثلا بتصلي، يبقى اذا تبقى عاقد النية في الايام دي. انت مثلا هتروح تصلي الظهر، يبقى انا عاقد النية ان انا بصلي يا رب عشان ده فرض عليا وعشان اخد حسنات، يبقى انت شوف حطيت النية.
هتذكر الله عز وجل، هتقعد مثلا تقرأ سورة أو تقرأ أي أمر، يبقى تعقد النية إن أنا يا رب هدخل وهعمل الأمر ده عشان يا رب توفقني وترزقني، عشان يا رب آخد حسنات، عشان أنا أشهد أن أنك واحد أحد لا شريك لك. فبالتالي أنت بتعقد النية، لأن النية دي مهمة جدا، ده جت في حديث صريح إنما الأعمال بالنيات. مثلا هتعمل فايدة من الفوائد اللي بنزلها في القناة، يبقى تبقى عاقد النية. أنا دايما بقول للناس اللي بيشوف الفوائد اللي بنزلها إن أنت لازم تبقى عاقد النية لله عز وجل، يبقى عندك النية. يبقى إذن إن أنت تعقد النية لله عز وجل، ده أول أمر، سواء في الصلاة، سواء في الصوم، سواء في أي أمر. لدرجة إن أنت مثلا لو حد بيكلمك وابتسمت في وجهه، تبقى عاقد النية إن أنت بتبتسم في وجهه عشان صدقة، عشان تدخل عليه السرور. شايف النية؟ وخلي بالكم النية دي أهم من العمل نفسه، يعني مش معنى إنك تصلي وخلاص، لأ، لازم النية، لازم يبقى عندك النية لله عز وجل إن أنت هعمل يا رب الأمر ده عشان تديني حسنات. يبقى إذن إخلاص النية لله عز وجل. أي أمر خير تفعله في هذه الأيام خصوصا اللي هي أيام المباركة اللي هي العشر الأول من ذي الحجة، لازم تقترن بالنية. هتعمل أمر خير، هتصلي، هتصوم، هتعمل أي أمر، لازم تبقى عاقد النية لله عز وجل إن أنا يا رب هعمل الأمر ده عشان أحصل على الشيء الفلاني. مثلا يا رب مثلا هصلي عشان ترزقني بحسنات، عشان يا رب أشهد أنك واحد من أحد. قبل ما تبدأ تعمل أي أمر لازم تحط النية، يعني تبقى عاقد النية. والله العظيم يا جماعه رغم ان الامر يبدو ان هو بسيط شويه، الا ان نتيجته انت هتشوفها بعد ما تطبقها على طول، وهتشوف الرزق اللي هيجي في حياتك، لان النيه دي مهمه، دي وسيله اتصال بالخالق عز وجل، ان انت تعقد النيه لله عز وجل. يبقى اول امر باذن الله محتاجكم تعملوه في العشر الاوائل من ذي الحجه هي اخلاص النيه لله عز وجل. اما تاني امر باذن الله عز وجل محتاجكم برضو تعملوه، الامر ده ايضا لا يقل اهميه عن الامر الاول، هو ان انت في العشر الاوائل من ذي الحجه باذن الله حاول تتزكى، يعني حاول تزكي عن اموالك حتى ولو بالقليل. في ناس ما بقول لها كلمه زكاه بيفتكر بقى يقول لي مثلا يا عبد الله وانا مثلا لا اكل عشان اروح ازكي. لا، انت لو اقول لكم حاجه يا جماعه، اقسم بالله انت لو زكيت ممكن تبقى شخص معاك مثلا 10 من العملات. انا مش عارف الناس بتتفرج عليها ايه، يعني مثلا مصري مثلا 10 جنيه تزكي بجنيه او باتنين جنيه مثلا، يعني بقليل، لان انت معكش غير قليل. ممكن دي تبقى عند الله تعالى افضل من شخص معاه مليارات وتبرع بمليارات. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ده حاجه بقى في علم الغيب، بس ده امر مؤكد، لان الاعمال بالنيات. يبقى اذا زكي باموالك حتى ولو بالقليل. الزكاه في الايام دي خصوصا الايام اللي احنا فيها دي العشر الاول من ذي الحجه، الزكاه والله العظيم ممكن ربنا ينجيك بها من مصيبه بعد كده. ممكن ربنا تبقى واقع في أزمة وتقول يا رب أنا تذكرت في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وزكيت يا رب وعقدت النية، تلاقي ربنا كرمك بسبب الأمر ده، لأن الله تعالى ما بينساش. أنت ممكن تنسى، ممكن تزكي عن أموالك وتنسى بعد مثلا 4 شهور 5 شهور تنسى، لكن الله تعالى لا ينسى. الله تعالى بيكتبها لك في ميزان حسناتك وبيكتبها لك في ميزان أعمالك في الدنيا قبل الآخرة. يعني الرزق بتاعك بسبب الزكاة دي والبركة في أموالك والبركة في شغلك هيحل عليك في الدنيا قبل الآخرة، خلي بالكم من دي. يبقى إذن البركة هتحل عليك في الدنيا. يبقى إذن لازم يا جماعة بإذن الله تحاول تعود نفسك أن أنت تزكي عن أموالك حتى ولو بالقليل، خصوصا في هذه الأيام. يبقى إذن لازم الزكاة. أما تالت أمر بإذن الله، وده جه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تالت أمر بإذن الله لازم تعملوه في الأيام دي هي أن أنتوا تكثروا من الحمد والتكبير والتهليل. يعني ايه يا عبد الله نكثر من الحمد والتكبير والتهليل؟ يعني تحاول تخلي على لسانك على طول في الايام دي، حتى ولو تتخذها ورد، يعني حتى لو مثلا قبل ما تنام تقولها مثلا 100 مره. ايه هي مثلا؟ الله اكبر الله اكبر، الحمد لله الحمد لله، لا اله الا الله. اهم حاجه ان انت تكثر في هذه الايام من التكبير والتهليل وحمد الله عز وجل، لان خلي بالك اللي بيحمد الله عز وجل وبيكبر بالله عز وجل وبيشهد ان لا اله الا الله، الله تعالى بيبقى معينه. فتخيل انت بقى اما الله تعالى هو اللي بيبقى معينك في امور حياتك، هو اللي بيبقى معينك في تدبير شؤون حياتك، هو اللي بيبقى معينك في امورك كلها. بالتالي انت ما تخافش من اي عبد. ده لو واحد عنده شخص ملياردير او شخص عنده نفوذ واقف جنبه بيبقى فخور ومش خايف. تخيل انت بقى ان اللي خلق الخلق اللي هو الله عز وجل هو اللي بيبقى واقف معاك. تخيل ده دي في حياتك انت اصلا نفسيتك هتبقى عامله ازاي؟ مش هتخاف ولا هتهيب اي عبد مهما كان. يبقى اذا عشان ما تنسوش يا احبابي التلات اعمال المهمه جدا اللي تعملهم في العشر الاوائل من ذي الحجه، اولا باذن الله عز وجل هي اخلاص النيه لله عز وجل في اي امر مهما كان قليل او كبير. تاني حاجه ان تزكي باموالك حتى ولو بالقليل وتعقد النيه. تالت امر باذن الله عز وجل ان انت تكثر من التكبير والتهليل وتحميد الله عز وجل.
وبكده يكون الفيديو خلص يا احبائي. بجد اتمنى اي حد بيتابعني يطبق الحاجات اللي قلتها دي، باذن الله هتلاقي خير كثير جدا في حياتك. بكده يكون الفيديو خلص باذن الله عز وجل. اسال الله ان يوفق كل من يرى هذا الفيديو ويحقق له كل ما يتمنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.